وضمن موسم أعياد البحرين يستمر التوافد على مهرجان الأعياد الوطنية الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان، وتستقبل القرية التراثية زوارها من الساعة 5 مساء حتى الساعة 11 مساء، إذ يتميز المهرجان هذا العام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. ويقدم المهرجان أيضا فعاليات وأنشطة جماهيرية متنوعة، منها الفرق الشعبية والسوق الشعبي الذي يضم منتجات متنوعة شعبية وحديثة ترضي كافة الأذواق والاهتمامات، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مختلفة لكل الفئات العمرية. عمري وروحي القرية صارت، قبل ما أزورها أروح البيت أرقد أرتاح، لازم قلبي يرتاح من القرية لأنه أحب التراث وأنا بنت التراث. والله ومسي عليكم بالخير جميعا، وهني الملك ومناسبة حلوة والتراث حلو وتجدد وكل سنة يصير أحسن وأحسن. والله أجواء حلوة وعائلية، لفتة حلوة من وزارة الإعلام طبعا تكون متواجدة اليوم في هذا الاحتفال، سعيدين جدا بالأجواء الحلوة، ذكرتنا بأيام أول. سلام الله على سلام الله على شعب كل سكانه. أجواء مو برائعة بس أذل من رائعة بحضور هذا الحشد من المواطنين وولائهم لهذه الأرض الطيبة. والله حلوة، يعني أول شيء إن الناس تفرح وتبع عيالها، وحتى مجلس التعاون يجونا، وما شاء الله الشيء يعني عجبني منظم بحيث ان تلقين الاكلات الشعبيه، اكلاتنا اللي ما تلول الخنفروش والكباب والسوقو الاشيد الجميله يعني، وعندك اهم شيء الفرق الموجوده العديد الموجوده ذكرنا بماضينا مال الاول. انا من اول ما دشت اول ما حطيت اول خطوه هني انبهرت بالمستوى التنظيم والجماليات، يعني الدش تحس يعني شيء بالروح الوطنية، باللحمة موجودة، بالأمن، يعني ما شاء الله يعني شيء وايد جميل وايد حلو وشعور وايد حلو، يعني حتى الواحد يقشعر بدنه مثل ما يقولون من الأشياء الجميلة والحلوة اللي قاعدين نشوفها.